يجب ان يحترم مسؤوليات الاداره ويحترم القانون. ما تبداش الداوية اسمه احنا بعد الاحداث اللي صارت في 5 ابريل يعني كنا نلموا في الجراح متاعنا، كنا معناها بصدد معناها اعداد بيان ندينوا فيه معناها الجريمة النكراء التي كنا قد تعرضنا لها. أضف إلى ذلك فكرنا باش نعمل ندوة صحفية باش نحطوا الإعلام معناها أمام الأمر الواقع باش يخرج الحقيقة كما هي، لا كما ادعى معناها محمد المصرفي كاتب عام تاع الإصابة. فقررنا عملنا اليوم ندوة صحفية سلطنا فيها الأضواء عن كل ما جرى يعني من نضالات، وبينا احنا في بدايه الكلمه قلنا احنا معناها اللي نظمنا المسيره هذه المسيره وهالنضال هذا احنا جبهه تصحيح مسار العمل النقابي. ما احناش انتماءات حزبيه كما يدعي هو، ما احناش منتمين، ما احناش ندافع على المدير. احنا في هذا من اول اجتماع عملناه مع سجان الحكيم هو حضر سجان الحكيم، كان سجان الحكيم حب يستفتح الاجتماع، قلنا له لا مش انت تستفتح الاجتماع، احنا نظمنا الاجتماع واحنا اليوم مع اذا كان لقيناك ماشي الدنيا صحيحه نهار اللي تحيد على المسار احنا راهو نقلبوا ضدك، معنا احنا ما احناش معاه، احنا ما احناش باش نناصروا لا، وما احناش معناها قطعة عجين يعني معناها في الخباز معناها يحب يخرج خبزه طويله خبزه مدوره، لا احنا ناس نعتمد على انفسنا فقط، لا احنا منتمين لا لحركه النهضه ولا لحركه الشعب كيف هو، ولا عندنا توظيف سياسي لمسير النظام نتاعنا. احنا كل ما في الامر احنا نلوجوا سلامه البيرسونال اكثر، احنا ضد العنف ضد الفوضى ضد الممارسات القمعيه ضد الارهاب، نظامنا نظام سلبي كما بينا في الكلمة. بعد اللقاء هذا بعد الكلمة تاعي أنا خذوا بعض الخيان على الكلمة بينوا عن موقفهم من الممارسات القمعية هذه، تكلم السيد المدير العام خذا الكلمة وبين معناها سبب الاعتصام اللي عملته العصابة هذه اللي هي النقابة، بينا احنا في نفس الوقت كون احنا الاعوان تاع المستشفى الجامعي لهذا الشكل ما احناش ما تبناوش الاعتصام هذا كما ادعى هو معناها على اعمده الصفوف، يقول اعوان المستشفى الجامعي لهذا الشكل في اعتصام مفتوح، احنا رجعنا عليه قلنا الاعتصام مفتوح، وبالتالي معناتها احنا حبينا نسلطوا الاضواء على النظام نتاعنا لا غير، باش نبينوا الحقيقه للراي العام بصفه عامه والراي العام للنقابه بصفه خاصه. وحضرت معناها بعض وسائل الاعلام، حضرت البيان، حضرت التونسيه، حضرت الصباح، وحضرت الدوله، ربي يبارك فيها، وان شاء الله معناها تقعدوا ديما معناها على يعني ثم نقطه يعني تواصل بيناتنا باش يعني نحطوكم معناها في الصوره معناها نمدوكم اولا باول، وان شاء الله مع الازمه هذه تنتهي على خير، وان شاء الله معناها القضاء يقول كلمته، وان شاء الله معناها السلطه معناها تاخذ تمسك زمام الامور وترجع الحق لاصحابه وتوقف المعتدين وتقوم بالتحقيق نزيه. واحنا كما قلت في الكلمه بتاعنا عند الانتحار يكرم المرء او يهان، اكيد احنا سنتعرض معناها للمحاكمات، مش نتحاكموا احنا، مش يتحاكموا هما، مش ناخذ امام القضاء، وربي ظهر الحق واحنا واثقين كون احنا على حق، واحنا ما عندناش حتى معناها احنا عندنا ملفات، بالعكس احنا عندنا ملفات عليهم هما، احنا عندنا شكايات شكينا بهم، هما ما شكاوش بنا، هما ما قدموش فينا قضايا، احنا قدمنا فيهم قضايا، هم تو الوقت الحاضر هما اللي دافعوا واحنا نهاجموا، والله اعلم. شوف تجاوزات اخرى نعطيك